نتابع الموضوع الذي فتحنا ملفه قبل الفاصل عن الخطوة الجديدة التي اعتبرت خطوة جديدة في مسار العقوبات المفروضة على حزب الله التي تفرضها واشنطن. من المنامة دكتور صفوق الشومري المختص في الشؤون السياسية والأمنية ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع. مساء الخير. إذن خطوة جديدة بين واشنطن والأرجنتين فيما يتعلق بممارسات حزب الله، وركز الموضوع على أن المحادثات بين وزيري الخارجية البلدين شملت المنطقة ككل أيضا. كيف تبعت هذا الموضوع؟ كيف نحن سنكون مشمولين بهذا التعامل مع حزب الله بما أنه أبرز المحادثات كانت عن المنطقة ككل؟ ألو، السلام عليكم. طبعا وعليكم السلام. جزء رئيسي من أنشطة حزب الله تجارة المخدرات. ممكن تعتبرين حزب الله كعصابة تجارة مخدرات أكثر من أنه أي شيء ثاني، خصوصا على المستوى الدولي والداخلي. طبعا تاريخ حزب الله في أمريكا الجنوبية في المثلث اللي هو البرازيل والأرجنتين والباراغواي، يسمونه مثلث المخدرات في أمريكا الجنوبية، مشهور يعني، وفيه يعني من سنوات الأمريكان يتابعون الموضوع وجمعوا أدلة من سنوات، لكن الإدارة السابقة إدارة أوباما، طبعا في عملية شهيرة اسمها عملية كاساندرا اللي هي جمعت كل المعلومات وكانت تبي تلقي القبض على الشبكات، لكنه إدارة أوباما يعني سبب جبنة وسبب علاقتها مع إيران وقفت العملية كاساندرا. الآن يعني الإدارة الجديدة إدارة ترامب عادت المسار إلى اللي هو والنشاط إلى عملية كاساندرا. طبعا الأرجنتين يعني عندها أدلة كثيرة، السنة اللي مضت أو قبل سنتين يعني ألقت على واحد من أكبر أعضاء حزب الله هو المسؤول عن جميع أنشطة المخدرات في أمريكا الجنوبية، فعندها يعني ملف كبير عن حزب الله وأنشطته. طبعا هذا مجرد إعادة تفعيل لعملية كاساندرا، وبناء عليه راح يحاول الأمريكان مع الأرجنتين مع البرازيل والبروغواي انه يبطلون عمل هذا لانها مصدر دخل غير طبيعي، في يعني ممكن نتكلم عن اكثر من 50% من الانكم حق حزب الله يجي عن طريق المخدرات. المدخول الذي يعتمد عليه مصادر تمويل. طيب الى اي درجه ستكون اليه تطبيق هذا الموضوع على الارض يعني مساعده ومؤثره بالتالي في محاربه حزب الله ووقف مصادر تمويله بفترة ليست بطويلة، يعني في بموضوع تبادل المعلومات وكل ما أعلن عنه فيما يتعلق بهذا التعاون؟ ما الذي ممكن أن يقف أمام هذا الموضوع؟ كيف سيكون على الأرض؟ المنطقة ككل كيف ستتعاون؟ وهذه الصفقة أيضا، هذا المشروع كيف سينعكس على الدول العربية وعلى مسارها هي أيضا في محاربة حزب الله؟ طبعا حزب الله عنده نوعين اللي هو شبكة المخدرات الداخلية وشبكة المخدرات الخارجية. الخارجية موجودة في غرب أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية هي المركز الرئيسي. الشبكة الداخلية موجودة في البقاع، طبعا هي المصدر الأكبر للبنتاغون للسعودية ودول الخليج. طبعا في منطقة البقاع سوريا، طبعا سوريا، لكن منطقة البقاع زي مثلا اللي هو تاجر مخدرات الشهير زعيتر، وهذا علاقته مع حزب الله. لا يعني هو يعني من هذه الجهة زعيتر البقاع لا سوريا ولا كما قلت المملكة فحاليا انت لما تحاصر اللي هو التمويل لحزب الله، التمويل الأكبر لحزب الله، لأنه إيران تعطي جزء لكن التمويل الأكبر طلبت من أنها تحاول أنه تحصل عليه من مصادر ثانية. فحزب الله كان بسبب زيادة المصاريف عليه فتحول إلى المخدرات، والذي كما قلت يعني تشكل حوالي 50% من الأموال التي يعتمد عليها كمصادر تمويل. شكرا، اعذرني على المقاطعة. من المنامة دكتور صفوق الشومري المختص في الشؤون السياسية والأمنية.